أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله النبي
يا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقاب وما أدراك ما العقاب. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما وهديناه النجدين
أدراك ما العقابة رقابة. صدق الله العظيم.